بالعكس هؤلاء نعمل على استقبالهم، عوائلنا وأهلنا ويجون معززين ومكرمين. وإذا هاي السنة سمعنا هذا الصوت، لعله السنة القادمة إن شاء الله لن نسمع أي صوت سوى صوت المحبة والألفة والتعايش السلمي. وهناك توجه حقيقة، جلسنا مع السيد محافظ صلاح الدين ومستشار المحافظ لشؤون المصالحة، نعم، والآن في النية أنه بالسنة القادمة بإذن الله تعالى نحن من نقوم باستقبال العوائل وضيافتهم، وهذا أبرز ما سيحصل إن شاء الله. ولن نسمح حقيقة، أنا لدي تنسيق يعني مع اللجنة المشرفة على الاتيان بالعوائل، أصبح بالجديد أنه يحاسب كل من يتطرف وكل من ينطق بكلمات أو ألفاظ طائفية. القانون يسرع على الجميع وليس يخص شخص دون آخر. كل من يتكلم بطائفية، إذا يسب تكريت فأنا بنت تكريت، فأنا واقف يمك وياك ومآزرك ومتألم ومعتصر قلبي على هؤلاء الشهداء، فما له داعي. جميل. هو أصلا كل بيت مفجوع في تكريت، أنا متحدث من ذوي الشهداء، كل بيت في صلاح الدين في العراق ضاق هاي أنه عنده شهيد، سواء أب أو أخ أو ابن، ربي يرحم شهداء سبايكر إن شاء الله. سيد، كانت عندكم حملة تحمل عنوان الحشد الفكري، على ماذا أثمرت هذه الحملة؟ حملة الحشد الفكري حقيقة برعاية معالي رئيس هيئة الحشد الشعبي، نعم، الحاج فالح الفياض، نعم، وبإشراف سماحة السيد عبد القادر الآلوسي، استهدفت حقيقة بالدرجة الأساس عناصر هيئة الحشد الشعبي. عندنا أكثر من 4000 يعني مطوية إلى إصدارات حقيقة يعني اشتحتوي هذه فريدة المطويات. من نوع. على سبيل المثال يعني إحدى الإصدارات عندنا رحلة في عقل إرهابي. ما اليوم المقاتل أنا أطلق عليها السائد، أصحابنا يقولون حصانة فكرية، أنا شو نقولهم؟ نقولهم إحنا نريد نعزز المناعة الفكرية. المناعة الفكرية، لأن على اعتبار أنه الفكر المتطرف أو الفكر الداعشي هو مرض وهو شيء خطير. فش نحتاج إحنا؟ نحتاج إلى مناعة قوية تحجب هذا المرض وهو الفكر المتطرف. فرحلة في عقل إرهابي، الأصالة والتحريف، إصدارات كثيرة حقيقة أصدرتها المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري، وضمن حملة هيئة الحشد الفكري، حملة الحشد الفكري أطلقنا عليها، استهدفت المقاتل في أقصى نقطة مرابطتها وضمن قاطعه، في جبال مكحول، في الشرقات، في سامراء، في الضلوعي، أنا أحكي عن مستوى صلاح الدين. صلاح الدين وحقيقة المقاتل يعني هو هم كلهم أبنائنا، ويعني نكن بالتقدير واحترام لكافة أبناء قواتنا الأمنية، نعم، لكن من تخصص مجالنا صار بهذه الحملة أنه نستهدف أبناء الحشد بهذه الحملة. وفضلا حقيقة عن التعايش السلمي، أنا أسألك سؤال، منذ 2018 إلى الآن سمعت شكوى على عنصر بالحشد؟ لا، يعني طالع سوق أو كذا أو